Welcome back ونشوف مع بعض quiz 4 يا شباب. You need and learn all the vocabulary on this page. ليه؟ لأنه not all of them are important. مش لازم تقعد تحفظ كل الفوكاب ده، مش كلهم مهمين. فتدرون ليس من الضروري. Lack of necessity. مش لازم. You needn't learn all the vocab on this page. Don't have to, don't need to. كان ناقصهم هما الاثنين ايه؟ To. Don't need to, don't have to. مش you mustn't لانك مش بتحذره. اوعى تذاكر الفوكاب. لا. هو ليس نهيا او تحذيرا. لو قعدت ذاكرت الفوكاب دوت ايه اللي هيحصل؟ مش مشكله. انت مش بتحذره وبتنهيه. انت تقول له مش لازم تقعد تحفظ كل الفوكاب ده. طب لو قعدت ذاكرته وحفظته في مشكله؟ لا. يبقى هناك فرق بين البروهيبيشن النهي والتحذير ومصد. اوعى تذاكر. عن ان انا اعبر عن lack of necessity مش لازم تقعد تحفظ كل دوت لان مش كلهم مهمين. مش نهي ولا تحذير. لكن شايف ان ده شيء ليس من الضروري ان تفعله. عشان كده قلت needn't مش mustn't. Do you have to dress up for work؟ لما ابدا بdo في الاول do you مفيش اسمها do you must. Must هي اللي تسال بيها question في الاول. Must you؟ Must you dress؟ Must you go؟ Must you study؟ Must you في الاول. لكن do you have to مش اسمها do you must. اللي بقى النقطه دي يا جماعه. مفيش اسمها do you should؟ مفيش اسمها do you could؟ دول تستخدمهم هم في اول question. Should you, could you, can you, must you, might you, may you. تبدأ بيهم. Modal verb state. لكن لما لقي do you أو will you حط بعد منها have to على طول. Do you have to dress up for work؟ هل من اللازم من الضروري أن ترتدي formal wear for work؟ إنك تلبس إيه؟ Formal uniform يعني. ده معنى dress up يعني dress formally. Yasmin must be careful with what she eats because she is diabetic. Yasmin is diabetic and that sukkar. Yasmin مريضة سكر عشان كده. She must be careful with what she eats. Yusuf and Hani. Yusuf and Hani have to be home by 8. By اتفقنا يعني before. By 8 يعني before 8 لازم يكونوا في البيت على الساعة 8 بالكتير يعني قبل الساعة 8. That's a family rule. When I was a child I had to wear glasses. واضحة. Past memories. When I was a child خلاص past situation. يبقى لما اجي اتكلم عن necessity in the past سلم had to على طول. I had to wear glasses. ما اقدرش اقول have to ما اقدرش اقول must لأن ده past situational. Watch out for that car. You must be very careful while crossing this road. احترس في عربية جاية علينا. خلي بالك العربية دي جاية. Watch out. لا لا انت لازم تكون حريص جدا وانت بتعدي هذا الطريق. You must be very careful while crossing this road. You needn't go. يعني ده كده present necessity مش past. You needn't go to the meeting if you don't feel like it. It will be very boring anyway. خد بالك هنا بقى هل انا بحذرك ولا بقول لك لو مالكش مزاج مفيش داعي تنزل. If you don't feel like it يعني ايه؟ يعني لو مالكش مزاج لو you don't like it يعني لو مش عايز تنزل خلاص مفيش داعي. ده مش تحذير، ده مش نهي، ده مش prohibition عشان استخدم mustn't. اوعى تنزل. لا بحذره. اقول لو مالكش مزاج مفيش داعي تنزل. كده كده انا حاسس ان الميتنج ده هيبقى بورينج. بس ميتنج ولازم نروح بس انت لو مالكش مزاج مفيش داعي. You needn't go if you don't feel like it. طبعا don't have لو في هنا to كان ممكن. This is a smoke-free area. ناس كتير فاهمين دي غلط. يعني ايه smoke-free area؟ Smoke-free يعني هل area free انت انك انت تشرب سجاير؟ لا. A smoke-free area يعني a no-smoking area. تكلم النقطة دي يا جماعة عشان في ناس فاهمها غلط.
A smoke-free area. يعني a no-smoking area. لما تلاقي الـ structure noun free يعني no مع noun ده. Without something. أما نيجي نشرب حاجة تقول sugar-free يعني يعني no sugar in it. لما نيجي نستورد بضائع وتبقى duty-free يعني يعني بدون جمارك أو رسوم جمركية. Free هنا يعني no or without that thing. يبقى smoke free يعني no smoking. منطقة هنا no smoking. طالما no smoking area يبقى ممنوع التدخين. You can't or you mustn't smoke here. I have to stay at the office for a few more hours. I'd rather work late today than over the weekend. لا انا افضل اقعد النهارده كده ساعتين ثلاثه عن ان انا اجي في الويكند او اجي اشتغل في الويكند. لا اسلي كده اقعد ساعتين ثلاثه زياده النهارده بدل ما اجي في الويكند. يبقى I have to stay at the office. انا مضطر ان انا اقعد اخلص الشغل ده. I have to stay at the office. I'm afraid you can't come into this area. It's restricted to members of staff. هذه المنطقة المكان هنا محظور فقط مسموح فقط لمين بالدخول فيه الـ members of staff. Restricted محظور فقط أو مسموح فقط لمين الـ members of staff هم قاصر على الـ members of staff يعني مدام قاصر على الـ members of staff فقط يبقى أنت غير مسموح لك بدخول هذا المكان. غير مسموح لك. You can't or you mustn't. لكن مش don't have to. Don't have to. Lack of necessity. يعني مش ضروري. مش لازم. أمر أنت لست مضطرا لعمله. هل هنا بقول له أنت مش مضطر تيجي؟ لا. أنت بتقول له أنت ممنوع تخش هنا أساسا. Can't or mustn't. أوكي. خلي بالك علشان ناس كتير بتخلط او بتلخبط ما بين mustn't و don't have to. فبنكررها كتير في الاكسرسايزز. mustn't ده prohibition ده نهي وتحذير. اوعى تعمل كده. don't have to اللي هي needn't اللي هي don't need to يعني امر انت لست مضطرا لعمله. عايز تعمله اعمله. مش عايز مش ضروري. Lack of necessity. My dentist said that I mustn't neglect brushing my teeth. Oh, وهو بيوجهني وبيديني instructions عشان صحة أسناني بيقول لي اوعى تنسى اوعى تهمل اوعى تهمل. You mustn't neglect brushing your teeth. مش don't have to. Don't have to, don't need to. Lack of necessity. لكن تحذير اوعى mustn't. There is another bus in 10 minutes. في أوتوبيس تاني هيجي كمان 10 دقايق. يبقى we needn't take this one. It's very crowded. يبقى مش لازم نركب الأوتوبيس الزحمة ده. مش لازم. نستنى اللي بعد منه. We needn't take this one. طبعا لو don't have to أو don't need to. To. كان ممكن أيضا. Okay. You mustn't leave any medicines within children's reach. شايف التحذير والنهي. اوعى تسيب اي دواء في متناول الاطفال يشربوه على طول. You mustn't. Don't have to. Needn't. Lack of necessity. مش ضروري. مش لازم. لا طبعا. ايه اللي مش ضروري تسيب الدواء قدام الولاد. اوعى تسيب ادوية قدام الولاد. او within the reach. You don't have to come to the meeting, but it will help us if you are there. هو انت مش مضطر انك تيجي ولو ان والله وجودك هيفيدنا كتير. بس يعني انت مش مضطر. لو انت تعبان او ملكش مزاج تيجي براحتك. ها انت لست مضطرا. You don't have to come. مش you mustn't come. مش بتنهي. People mustn't drink while driving their cars. It's prohibited. Prohibited. ممنوع. يبقى mustn't على طول.
I can hear you. You don't have to shout. You don't. أنا سمع كويس مش لازم تزعق. مش لازم. أنا سمع كويس والله مش لازم تزعق. You don't have to shout. Don't need لو فيها to. لو معها to كتبها correct. You have to wear a suit if you go to the theater. It's one of the rules. One of the rules. عشان كده قلت you have to. Very good. 18. I really get in touch with my friend Ali. I haven't seen him for ages. Yeah, بقالي سنين طويلة ما شفتوش. بقالي فترة طويلة. أنا لازم أتواصل بقى معي. I must get in touch with my friend Ali. This is a present. وطالما هدية يبقى مش لازم. You don't need to give it back to us. فلنفترض ان انا اديتك حاجة لقيتك محتاج تستخدمها فاديتها لك الاول. فانت بعد ما خلصتها عايز ترجعها لي. فقالوا لك لا مفيش داعي ترجعها اعتبرها هدية مننا. You don't need to give it back. He couldn't have studied the lesson well. He answered all the questions wrong. كل الأسئلة جاوبها غلط جاوبها غلط جاوبها يبقى مش ممكن يكون ذاكر مش ممكن يكون ذاكر. He couldn't have studied the lesson well. She hasn't got to prepare lunch. يعني she hasn't got to prepare lunch. يعني ليس من الضروري مش لازم ها. She hasn't got to. هي مش مضطرية يعني ها. What does this mean? طالما هي ليست مضطرة. ما لو هي مضطرة قول she has got to. She has got to prepare. She hasn't got to. هي ليست مضطرة. معنى كده ان she doesn't have to prepare lunch. The lack of necessity. هي غير مضطرة لذا. ما فيش حاجة اسمها she hasn't to prepare. Take care. She doesn't have to. يعني she hasn't got to. You mustn't break the law. You mustn't break the law. انت بتحذره. اوعى تعمل كده. اياك ان تخالف القانون. يبقى you have to obey. Mustn't break. هي. You have to obey the law. لابد ان تنفذ او تطيع القانون. صح؟ خد بالك باللعب في الكلمات. I know you want us to buy that car, but what about its high price? What about its high price and the suggestion? لا. انا عارف ان انت عايزنا نشتري العربية دي. طب بس يعني بالنسبة للسعر الكبير بتاعها دوت يعني. أليس هذا عائقا؟ The objection. You object. اتفقنا what about و how about الاثنين يبقوا بدائل لبعض. لما تيجي تعمل suggestion. اقتراح. لكن لما تيجي تبدي تحفظك او اعتراضك على شيء سلم what about بس مش how about. What about its high price. طب وبالنسبة للسعر بتاعها يعني. أليس هذا عائقا؟ This is an objection. اعتراض. Taking photos here is banned. ممنوع. ممنوع التقاط الصور هنا يا جماعة. طيب جميل. طالما ممنوع يبقى you can't take photos here. لو you mustn't كانت برضو تبقى correct. بس مش needn't. Needn't يعني مش ضروري. مش لازم. مش لازم يعني براحتك. بس مش ضروري تتعب نفسك. You needn't. You don't have to. You don't need to. You needn't. I don't have to. I don't need to. Lack of necessity. ليس من الضروري. شيء انت مش مضطر تعمله. بس لو عايز تعمله اعمله. بس انا شايفك مش مضطر عشان ما تتعبش نفسك بس. يبقى ما ينفعش needn't هنا يا جماعة. Mustn't. Have you considered going for a walk? Have you considered going for a walk? فكرت تنزل تتمشى شوية. فكرت في يعني انا بدي لك انت نصيحة بخصوص شيء تعمله انت. انت صح كلام انت. يعني you could go for a walk. ده طريقة موازية لإعطاء نفس الاقتراح.
I suggest you go for a walk. طريقة موازية لإعطاء نفس الاقتراح. يبقى دي اقتراحات متوازية هي مع بعضها. لكن مش I need, مش أنا. مش أنا اللي محتاج أنزل. ده أنا بقترح عليك. تفكرت تنزل تتمشي شوية؟ أنا بقترح إن أنت اللي تعمل كده. So A and B. You could go for a walk. Or I suggest you go for a walk. Okay? That's all for the quiz 4. ناخد short break. Quiz 5 على طول. Thank you very much.